مرحبا، أهلا وسهلا. اسمي آفي، أنا يهودي وإسرائيلي، وهذه عزومة ودعوة. حبيت أعزمكم للانضمام إلى المبادرة الإعلامية فريدة النوع اللي أسستها، وهي معروفة باسم فنجان دات كوم. مبادرة فنجان دات كوم هي مبادرة إعلامية اللي بلشت بيها حوالي قبل نص سنة، وهذه المبادرة تستهدف شيئين. أول شيء التعليم والمعرفة بالعالم العربي عن دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وذلك باللغة العربية عن طريق الفيديو كليبس، التقارير المصورة والمقالات. الهدف الثاني لفنجان دات كوم هو إنشاء إن شاء الله حوار مفيد ومستمر بين يهود وعرب، وإن شاء الله عم بيكون هذا الحوار شبه من أساس للعلاقات الودية بين الجانبين بالمستقبل. أنا بلشت مبادرة فنجان دات كوم حوالي قبل نص سنة، ولكن لحد هلا كانت هذه المبادرة غير مكشوفة وغير علنية. وحوالي قبل أسبوع بأول شهر 11 بلشت المرحلة الثانية للمشروع، وبلشت بالنشر لهذه المبادرة في العالم العربي. ومن يوم ما بلشت فيه عم تجيني ردود فعل كثيرة من العالم العربي، ومعظم الردود اللي عم تجيني إيجابية للغاية. عم تجيني ردود فعل من سوريا والعراق والسعودية ومصر وغزة ومحلات إضافية، وطبعا هذا شيء يسرني جدا. موقع الإنترنت فنجان دات كوم، وطبعا المبادرة هي مبادرة شخصية. هذه المبادرة مش مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لا معنويا ولا ماليا، ومش مدعومة من أي حزب أو مؤسسة مهما كانت. هذه مبادرة شخصية، وأنا عم بصر إنه هذه المبادرة عم بتكون شخصية ومش مدعومة أو ممولة من أي جهات رسمية إسرائيلية. فأنا أتكلم معكم كإنسان عادي بسيط، كمواطن عادي، وأنا مش ناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، وما عنديش أي وظيفة رسمية في دولة إسرائيل اليوم. فبتأمل إنه الحوار بيننا عم يكون إن شاء الله عن نفس المبادئ، الانفتاح والحوار والاحترام المتبادل. انتم طبعا معزومين تدخلوا كل يوم وبتزوروا موقع الانترنت www.finjan.com. طبعا انا بشجع وبرحب التعليقات والاسئلة والمطالبات اللي عم تجيني، وعن طريق المثل عم تجيني حاليا مطالبات من الناس في العالم العربي اللي بيحبوا يعرفوا عن مواضيع مختلفة بالنسبة لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. وطبعا أنا ببذل كل الجهود مشان أرد على المطالبات والأسئلة وإلى آخره. طبعا أنتم معزومين تكتبوا تعليقات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية بكل مكان أو كل فيديو كليب في الموقع، بتقدروا تكتبوا التعليقات. إضافة لذلك بتقدروا عم تسألوني أو بتكونوا بالاتصال معي عن طريق الإيميل، البريد الإلكتروني للموقع اللي هو avi.finjan@gmail.com. وطبعا يصيرني إنه عم بنبلش وبنوسع الحوار بيننا. وأخيرا طبعا أرحب بتوسيع النشر ومعرفة هذا الموقع في أنحاء العالم العربي. أشكركم على المساعدة بنشر اللينك، العلاقة لهذا الموقع لأصحابكم في العالم العربي.
فإذا هنا آفي مؤسس مبادرة فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.